فيها في المنتخبات. معروف عن روي فيتوريا ان هو مدير فني بيحب الشباب، بيحب اللاعبين الشباب، بيحب يساعد شباب، تصريحاته حتى بتقول كده. والفرق اللي اشتغل فيها كان فيها اكثر من موهبه شابه، هو يحب يشتغل مع شباب اكتر من اللاعبين اللي عندهم خبرات او اعمارهم كبيره. فعلا فعلا هو حتى وهو بنفيكا كان فعلا في المثال ده، لان هو كان دايما بيسأل عن اللعيبه اللي بيلعبوا في الفرق الناشئين، في الفرق الاخرى، في نفس الفرقه. ودلوقتي بعد ما بيتكلم مع اللعيبه وبيتفرج عليهم بيطلع معاهم بيشتغل معاهم شغل قوي جدا علشان يطلع بيهم للمنتخب للفرقه الاولى، وطبعا بيشتغل معاهم شغل كتير جدا علشان يأسسهم بزيادة عن اللي هم عندهم. وطبعا وده طبعا بيكون بيخدم الفكرة اللي هو عايزها، والفكرة اللي هو دايما بيشتغل عليها بتكون فكرة قوية جدا، وده طبعا هيخدم كتير جدا المنتخب المصري. طيب ايه العوامل اللي في رأيك اللي تنجح فيتوريا مع منتخب مصر؟ ايه العوامل اللي محتاجها فيتوريا عشان ينجح مع منتخب مصر؟ ده ممكن يبقى سؤال يخص فيتوريا بس ايضا يخصك انت شخصيا، انت كمدرب ايه العوامل اللي ممكن تنجح اي فريق او اي منتخب تحديدا؟ طبعا محتاجين اول حاجه محتاجين وقت، لان الوقت هو اهم شيء هيخلينا نتعلم علشان نوصل للنتائج. دلوقتي احنا محتاجين وقت علشان نشتغل، المدرب محتاج وقت علشان يقدر ينفذ فكرته. طبعا عايز اقول مثلا زي ايطاليا، زي برشلونه، ناس كتير اشتغلوا بالوقت دوت علشان يوصلوا بالفرق للحاجات او للمناطق او للمستوى المطلوب. وده طبعا لازم الناس اللي حوالين الاتحاد المصري يكونوا فاهمين ان هم لازم يدوا المدرب والفرقه الوقت المظبوط علشان يقدروا يشتغلوا على الفكره ويقدروا يشتغلوا على الأداء، علشان دلوقتي يقدروا يشوفوا حاجة أو يقدروا يشوفوا نتائج دلوقتي، وطبعا لقدام علشان النتائج الإيجابية كلها تكون ظاهرة بعد الوقت المظبوط اللي المدرب والمنتخب والفرقة هياخده. محظوظ فيتوريا أنه هيدرب محمد صلاح، هو قال كده، محظوظ أكيد محمد صلاح وباقي لعيبه منتخب مصر يكون مديرهم الفني فيتوريا. شايف أنه فيتوريا هيستفيد قد إيه من محمد صلاح، اسم كبير في كرة القدم العالمية، وكمان محمد صلاح تتوقع إزاي ممكن يستفيد من فيتوريا؟ طبعا انت عارف ان اللعب مش بس بالمدرب كخوي فيتوريا، وطبعا انت لازم تعرف ان مش بتاع البرتغاليين فقط، هو اللعب او الماتشات لازم الماتشات تبقى شكلها جميل، والماتشات اللي شكلها جميل لازم يكون فيها لعيبه فنيين كويس، لازم اللعيبه يكونوا قادرين ينفذوا الكلام دوت على الملعب. طبعا كابتن محمد صلاح كابتن من الكباتن الكبار، لعيب من اللعيبه الكبار دلوقتي، طبعا هو هيقدر يستفيد من كابتن اخوي علشان ينفذ الافكار دي، لان هو لازم ياخد على الجو بتاع كابتن اخوي، لازم يقدر يتاقلم على الفكره، لازم يساعد الفكره. وطبعا كوتش هوي لازم هيعرف كويس جدا ازاي اللعيب المصري او ازاي اللعيب اللي بالقدرات الفنيه الكويسه ديت زي كابتن محمد صلاح هيستفيد ازاي ان هو يقدر يقرا بقيه اللعيبه كلهم، ازاي يقدر يحط اللعيبه في الجو المتاح ليهم علشان يقدروا ينفذوا احسن ما عندهم على الملعب. طيب في مدربين في العالم زي مثلا مورينيو سيميوني، هم مدربين يتقال عليهم ان هم مدربين دفاعيين. في مدربين زي مثلا بيب جوارديولا ويورجن كلوب بيتقال عليهم مدربين هجوميين بيحبوا الكره الهجوميه. فيتوريا يصنف مدرب دفاعي ولا مدرب هجومي؟ س
Sim, o Rui Coach Rui gosta muito de um futebol mais positivo. بيحب جدا الكرة الإيجابية اللي دايما بيبقى فيها هجوم. دايما كان بيلعب ب 4-4-2 بالفورميشن 4-4-2، بس دايما كان لازم اللعيبة اللي جوه الملعب واللي على الجناب الجناح والباك لازم يدخلوا جوه الملعب، لازم يلعبوا في بطريقة هجومية علشان الفرقة كلها تستفيد. وطبعا احنا عندنا دلوقتي لعيبة زي كابتن محمد صلاح، عندنا لعيبة عندها جودة عالية جدا، فطبعا هم هيستفيدوا من دوت وهيقدروا يفيدوا الفكرة الإيجابية ديت. طبعا مفيش أي فرقة هتهاجم فقط من غير ما تدافع، فلازم طبعا يبقى في تناغم، ولازم يبقى في الفكرة بتاعت النقل من الهجوم للدفاع. لازم الفكرة ديت تكون عند اللعيبة، ولازم هم يفهموا كويس جدا ان الهجوم شيء مهم، بس الدفاع الدفاع كمان لازم يكون شيء قوي جدا علشان لما الفرقة التانية تبدأ تهاجم عليهم.